السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم، إن شاء الله جميعا دايما بخير وفي أحسن حال. طب يا أولاد، بنحل في النموذج الثامن، وإن شاء الله هتلاقي حل النماذج اللي قبل كده موجودة في نفس البلاي ليست اللي فيها نفس الفيديو دوت. طيب يلا نقول بسم الله وندخل في الموضوع. يلا يا دكتور، أول سؤال عندك بيقول لك إيه؟ student wanted to prepare nitric acid in the lab. طب هنحضر النيتريك أسيد من اللاب. في طبعا شوية تعليمات، ان هي ايه يا دكتور؟ ان احنا طبعا النيتريك اسيد بنمرره على كولد ووتر باث، خلاص؟ فالووتر باث ده لازم بيكون ميه ساقعة. ليه بقى؟ عشان التمبريتشر بتاعت النيتريك اسيد لو اكسيد ال 100 ديجري سيلسيوس زي ما عارفين هيبتدي يحصل له ايه؟ ديكومبوزيشن، خلاص؟ فهو قال لك ايه بقى؟ but he didn't obtain the acid but reddish brown fumes. reddish brown fumes يعني ان او 2 دي ريديش براون. Which of the following is a mistake that the student did؟ طبعا اكيد خلى التمبريتشر تكسيد ال 100%. فهو بيقول لك يوزنج بوتاسيوم نيتريت. يا حبيبي احنا بنحضر النيتريك اسيد، النيتريك اسيد اصلا بالكي ان او 3 اللي هو البوتاسيوم نيتريت مع مين؟ مع السلفوريك اسيد، خلاص؟ يبقى احنا بنجيب الكي ان او 3 بوتاسيوم نيتريت مع سلفوريك اسيد، تمام كده؟ طبعا بنسخن، والسلفوريك بيكون ايه؟ بيكون كونسنتريتد، بس بنسخن اقل من الايه؟ اقل من ال 100. فهو بيقول لك هيتنج الرياكتنت اباف 100. اه طبعا اول ما يهيت الرياكتنت اباف ال 100، ها ايه اللي يحصل؟ ان النيتريك اسيد اللي اتكون، بص بقى هو اتكون عنده نيتريك اسيد اهو، ادي ال اتش ان او 3، كل فور مول منهم يحصل لهم ثيرمال ديكومبوزيشن ويطلع لك الاتي. ايه هو يا مستر؟ هيطلع ووتر، هيطلع نيتروجين دايكسيد، ويطلع اكسجين، وعشان كده هو سترونج اوكسيدايزنج ايجنت اصلا. اتفقنا؟ خلاص؟ بعيدا عن البالانس بقى، تقدر تبالانس عادي جدا بمنتهى البساطه، بس هو ده الايه؟ ده الشاهد يعني. طيب اذا هي دي الاجابه بتاعتك. طبعا هو هيتنج الرياكتنت بلو ما كانش حصل حاجه، كان حصل على نيتريك اسيد عادي. يوزنج كونك سلفوريك اسيد، لا بالعكس احنا كده كده بنستخدمه. هو بيقول لك هو ما حصلش على الاسيد عشان ايه؟ خلاص؟ يلا سؤالنا اللي بعده. Which of the following compounds forms hydrogen bonds between its molecules and the water molecules؟ يعني عايز اعرف مين في دول يكون هيدروجين بوند ما بين المولكيول بتاعه، خلاص، ما بين اتس مولكيولز لوحده اند الووتر مولكيولز، يعني لوحده يكون مع الميه يكون. بص يا حبيبي، عشان حاجه تتكون هيدروجين بوند هيكون فيها يا اما الاتش اف، الاو اتش، الان اتش، فاهمين؟ او الاف اتش عادي، يعني ممكن نقول اف اتش احسن. تقول اشمعنى دي الاتش كتبتها كده؟ يعني عادي يعني يا حبيبي، خلاص روق كده يا راجل، روق يا عم، ما تزعلش نفسك. يبقى هنا الكلام على ايه؟ اي حاجه من دول تجاوب. هل هنا ده موجود؟ لا. الشرط ده متوفر هنا؟ برضه لا. متوفر هنا؟ برضه لا. ده اورجانيك اصلا كومباوند، وده اورجانيك، وده اورجانيك، كل دي اورجانيك كومباوند ما بتكونش هيدروجين بوند. مين الوحيد ده؟ هتقول لي ما هو ده من النوع الكحول، ان شاء الله هتدرسها تفصيلا في ثالثه ثانوي. ده عنده او بوند اتش، اه ده الكحول وبيديزولف في الميه عادي جدا ويقدر يكون هيدروجين ايه؟ هيدروجين بوند. الديسولفنج بتاعه اصلا عن طريق ان هو بيكون مع الوتر هيدروجين بوند. طب مع الوتر هيكون هيدروجين ازاي؟ اهو ادي الاكسجين يا دكتور، اتش اتش، طبعا دي بارشال بوزيتيف ودي بارشال نيجاتيف، فتكون هيدروجين بوند. ادي اتش وقع ما بين اتنين سيميلر اتوم، نفس الحاجات خالص، نفس الكونديشنز اللي بنقول عليها، عامله مع بوند منهم كوفيلنت، تتكون مع الثانيه هيدروجين بوند. طب بص لي كده، هو مع نفسه اهو، ادي او بوند اتش مع الميثايل، وادي يا دكتور او بوند اتش مع الميثايل، ها ايه اللي يحصل؟ هتقول لي مستر ما بين دي ودي يكون ايه؟ يكون هيدروجين بوند. وصلت؟ فيقدر يكون هيدروجين بوند. وعلى فكره الكحول بتكون هيدروجين بوند واحده، انما الاسيدز الكربوكسيليك اسيد بتكون اثنين. هتعرف الكلام ده تفصيلا ان شاء الله في الاورجانيك في سنه ثالثه ثانوي. طيب كده احنا عرفنا الاجابه بتاعتنا، يبقى الاجابه ايه يا مستر؟ ما جاوبناش، يبقى هي دي الرايت تشويس. اللي بعده بيقول لك الدونر اتوم ان البي اتش 4 او اتش اللي هو الفوسفونيوم موليكول از ايه؟ مين الدونر اتوم؟ اللي هي الفوسفورس. طب هي دونيت بايه؟ بص يا حبيبي، هي دونيت كالاتي، ركز كده معايا. هنلاقي البي اتش 3، ها لما نضيفه مع الاتش 2 او ايه اللي حصل؟ ده عنده لون بير ودي فيكانت اوربيتال، اتش بوزيتيف ده فيكانت اوربيتال، يبتدي يشير فبيكون بي اتش 4 بوزيتيف او اتش نيجاتيف، ده الفوسفونيوم اللي انت شايفه، خلاص؟ فهو بيقول لك بقى الدونر اتوم مين؟ اكيد مين يا دكتور؟ الفوسفورس يا مستر. وصلت؟ يبقى مين الدونر؟ الفوسفورس. فهو بيقول لك بقى هل الهيدروجين اتوم، الهيدروكسيد، الفوسفورس اتوم؟ ايوه الفوسفورس هي فعلا الدونر. ها وصلت؟ تمام. يلا اللي بعده. Heating an alkali metal the nitrate. Alkali metal nitrate produces a gas X that react at suitable conditions with another gas Y. يعني هنجيب الكالي ميتال، طبعا الالكالي ميتال نيتريت اللي كانت عندنا كان عندنا ال NaNO3 وكان عندنا كمان البوتاسيوم KNO3، خلاص؟
طبعا دي هايجروسكوبيك سابستانس، ودي بتستخدم في صناعه الجان باودر. فبنفكر كده، بنفتكر كل حاجه مع بعض. لما بنيجي نعمل لهم اي نيتريت هنعمل لها ديكومبوزيشن، خلاص ايه اللي هيحصل؟ تبتدي يحصل لها بارشلي ديكومبوزز، فبيطلع اكسجين جاز. بيقول لك ان الرياكتنت ات سويتابل كونديشن وذ انذر جاز واي، يبقى الجاز اكس الاكسجين هيرياكت مع سويتابل كونديشن ات سويتابل كونديشن وذ الجاز واي. الالكترون كونفيجريشن اوف اتس اتوم اند وذ كذا 2 بي 3. مين يعمل 2 بي 3؟ هتقول لي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. خلاص اجمع دول تلاقيهم 7. مين 7؟ النيتروجين. يبقى انا عندي ان او، ان او اتش مستبعد، او لا، سي او لا، خلاص يبقى ما فيش غير سي هي دي. فهمت؟ خلاص مجرد بس ان انت عارف الاتوميك نمبر بتاع مين، بتاع النيتروجين. طيب يلا نشوف اللي بعد. all the following are، طبعا انت عارف ان الاليمنت الجاز الاولاني او اكسجين، خلاص كده اكسجين ونيتروجين، لذلك استبعدنا ده واستبعدنا ده، ومش اكسجين لوحده. ان هو قال لك رياكت. طيب عظيم جدا. يلا نمبر 5 بيقول لك ايه؟ all the following are carry out during the detection of nitrate. بص يا حبيبي، الديتكشن بتاع النيتريت اسمها البراون رينج كومباوند، خلاص باي البراون رينج تيست فعلا، اكسبت ايه بقى؟ طيب all the following are carried out during the detection. ضفنا freshly prepared iron 2 sulfate، حصل نختاره؟ لا طبعا ما نختاروش، لان هو حصل. طب no shaking or heating للتيوب، برضه حصل. ليه؟ لان انت لو عملت shaking او heating البراون رينج كومباوند هي disappear. طب adding freshly prepared conc sulfuric acid، برضه اه بنضيف طبعا conc sulfuric acid. طب adding concentrated، لا يا حبيبي ده هو ده اصلا اللي احنا خايفين منه، لاني لو عملت shaking او heating، فاهم، او سبت الايرن 2 sulfate مش prepared، مش يعني مش freshly prepared، هيتحول لايرن 3 خلاص، وده استحاله يكون الايه؟ البراون رينج كومباوند، لان البراون رينج كومباوند ايرن 2 سلفيت دوت ال ان او، هو ده البراون رينج كومباوند خلاص. يلا اللي بعده. اون هيتنج الصوديوم نيتريت ان اي ان او 3 اند ادينج ذا برودوسد سولت تو امونيوم كلورايد. اه بص بقى، ادي الامونيوم كلورايد ان اتش 4 او اتش. طب حبيبي لما بنسخن صوديوم نيتريت، فاكر مش انا قلت لك هنطلع اكسجين على جنب، ادي الاوتو جاز، ويتبقى صوديوم نيترايت ان اي ان او 2. اذا هو بيقول لي دلوقتي فاعل الامونيوم هيدروكسيد مع الصوديوم نيترايت بمنتهى الهدوء الممكن، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، فالان اتش 4 تاخد الايه؟ الان او 2. يبقى ان اتش 4 ان او 2 هنبتدي نعمل لها ثيرمال، هو بالناتج التسخين يعني. انا قلت لك كده هتكسر تكسر تكسر كله، اه يديك مين؟ يدينا الان 2 جاهز. اذا دي طريقه تحضير مين؟ النيتروجين جاهز. ها فهمت اللعبه؟ واضح؟ يا رب تبقى الامور سهله وبسيطه. اللي بعده، الكومباوند which is of higher thermal stability and more soluble in water. مين في دول اعلى ثيرمال استابيليتي؟ هنا جايب لينا هنا يا اولاد الهيدرايد بتاع الجروب 5A. لو انت فاكر في الهيدرايد احنا اتكلمنا على ان اتش 3، قلنا هو اعلى حاجه فيه، اعلى ثيرمال استابيليتي، وانت نازل الثيرمال استابيليتي بتقل واعلى سوليوبيليتي. يبقى اذا هو بيتكلم على مين؟ الان اتش 3. ده سؤال مميز او مفصل للامونيا، اتفقنا؟ وخصوصا مع الهيدرايد. انما الاوكسايد قلت لك لا، الموضوع مختلف، لان انت بتبقى بادئ بنون ميتال اوكسايد يعني اسيدك اوكسايد، وانت نازل البيزك بروبرتي بتزيد. خلاص يلا اللي بعده. الميتال اوكسايد از يوزد ان برودوسينج الاكسجين جاز. ادي ميتال اوكسايد بستخدمه عشان انتج اكسجين جاز ان كلوزد اريا. وات از ذا ايون ويتش از فاوند ان ذيس اوكسايد. اولا الاوكسايد اللي انا بستخدمه الميتال اوكسايد كان بوتاسيوم سوبر اوكسايد، لما بنفعله مع الكربون دايوكسيد قلت لك انا كده بينتج 3 مول من الاو 2 مع 2 مول من السولت اللي هو الكي 2 سي او 3 لو انت فاكر. وقلت لك بعد كده ظبط البالانس، هتلاقي هنا 4 اتظبطت لوحدها وهنا 2، يبقى امورك ايه؟ زي الفل. خلاص دي الايكويشن. طبعا ما تنساش في وجود الكبر ايه؟ كبر 2 كلورايد كاتاليست. طيب هو بيتكلم على ايه يا دكتور؟ هو بيقول لك الميتال اوكسايد ده في الكلوزد اريا، وات از ذا ايون ويتش از فاوند ان ذيس اوكسايد. اولا الايون اللي عندك هنا دكتور ان الاكسجين بنيجاتيف هاف، الاكسجين الواحده. هل هنا الاكسجين بنيجاتيف هاف؟ لا. هل هنا الاكسجين بنيجاتيف هاف؟ برضه لا. طب هل هنا الاكسجين بنيجاتيف هاف؟ دي نيجاتيف 1 بس، دول اثنين. اه بص هنا او 2 0، او 2 ده 0، يبقى ده مستبعد، يبقى هي دي. طب ازاي دي؟ انا قلت لك عليها على فكره، مش الاول واحده بنيجاتيف هاف؟ اه يبقى او 2 هتقول لي بنيجاتيف 1، الاو 2 بنيجاتيف 1. ليه؟ هتقولي كده نيجاتيف 1 اوفر 2، ها يبقى طلعت بايه؟ بأو هاف.
فهمت جت منين؟ لان دول اتنين او نيجاتيف هاف مع او نيجاتيف هاف يبقوا الاتنين او 2 نيجاتيف 1، بس كده هو ده اللي حصل. وصلت؟ تمام؟ يا رب تبقى اتفهمت وخدت بالك منها. يلا يا دكتور على اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لك في نمبر 9 ايه بقى؟ عندك وات از ذا ارينجمنت اوف الاليمنت E12 B19 C13 according to their melting point. بص يا حبيبي ده جروب 2A وده 19 هتلاقيه في الجروب 1A بعد ما توزع، وده هتلاقيه في الجروب 3A. طب ده تعالى كده نوزعه بعد النيون 10 ها 3S2 3B1 فبنجمعهم مع بعض. هنا نيون 10 3S2، هنا ارجون 18 4S1. خلاص لذلك مين اعلى ميلتنج؟ 3. ليه؟ ما هو 3 فيلانس الكترون اعلى ميتاليك بوند. خلاص فهو بيقول لي ميلتنج بوينت يعني اعلى ميتاليك بوند، يبقى ده اعلى، بعد كده الايه يبقى السي، بعد كده الايه، بعد كده البي، يبقى السي اكبر حاجه، عايزين السي اكبر حاجه، بعد كده السي اكبر حاجه، بعد كده الايه، بعد كده البي. اذا دي هي اجابه مظبوطه. يلا نمبر 10، ان الايكويشن اللي قدام حضرتك ديت تو ابتين ا بريسيبيتيت ذن ان الاليمنت اكس اند بيقول لك تو ابتين ا بريسيبيتيت الاليمنت اكس اند الزد ار اي. طيب عشان نحصل على بريسيبيتيت مش ده صلفيت؟ وهنا بيقول لي حاجه هيدروكسيد، مين اللي مع الهيدروكسيد يا دكتور بيبرسبتيت؟ الكبر ده اللي عندنا في منهجنا، صح ولا انا غلطان؟ هتقول لي مظبوط يا مستر. طيب تعالى كده واحده واحده، بيقول لي الاكس صوديوم، الصوديوم كده كده دايما ايكيو انا قلت لك. طب الكبر ده معانا، ده معانا. طب الالومنيوم، الالومنيوم مع الهيدروكسيد هيدي برضو بريسيبيتيت، بس الالومنيوم استحاله يا دكتور يديك او اتش باي 2، امال كام؟ 3. وطالما 2 يبقى الالومنيوم مش نافع. خلاص. طب الصوديوم، ما احنا قلنا اي حاجه فيها صوديوم هتبقى اي كيو مش بريسيبيتيت اصلا. بص انا بس بالايه بالحته بتاعه السوليوبيليتي استبعدت كل الاجابات بقت هي دي الصح. يبقى فعلا لو انا قلت اهو ادي الكبر سلفيت ده بلو سوليوشن مع الصوديوم هيدروكسيد فعلا، ها لان هي دي الديتكشن، هو انا بستخدم اصلا الصوديوم هيدروكسيد عشان اعمل ديتكشن للايه؟ للكاتاين الكبر اللي هو البيزك راديكال. افتكرت؟ تمام؟ طيب طبعا الكبر ياخد الهيدروكسيد والصوديوم ياخد السلفيت يديني ان اي 2 اس او 4 فكلام مظبوط 100%. طيب عظيم جدا. يلا سؤالنا اللي بعده، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. In the showing molecule البوند 2 differs from البوند 1. بص ادي البوند 2 دي مختلفه عن 1. ان ذات ان البوند 2 از برودوسد فروم اي. طيب هل الاوفرلابنج بتوين البوند 2 بقى، هو بيتكلم على البوند نمبر 2 او البوند دي بقى والبوند 1، فعلا الاثنين مختلفين. ليه؟ بص يا حبيبي ادي ال 2 عباره عن سي بوند سي. فدي نشأة ما بين ده نوع الهايبرديزيشن، هنا هو هنا نوع هنا اس بي 3 لان 3 سيج 4 سيجما، وهنا برضو اس بي 3 فاهم. فهنا الاوفرلابنج ما بين اس بي 3 من الكربون مع اس بي 3 من الكربون. امال ال1 اس بي 3 من الكربون لان هي كربون واتش، فهنا دي اس بي 3. عرفت منين يا مستر؟ ما يا حبيبي سيجما 2 3 4 حوالين الكربونه، حوالين الكربونه 4. طب والهيدروجين 1 اس، يبقى 1 اس من الاتش مع اس بي 3 من الكربون. يبقى هو بيقول لك ايه بقى؟ ان في الشوين موليكول البوند 2 بقى دي هتختلف عن البوند 1، ان البوند 2 بروديوسد فروم الاثنين اس بي 3 مع اس بي 3، يبقى اوفرلابنج ما بين الاس والاس بي 3. لا الاس بي 3 والاس بي 3 اوربيتال 2 فورم سيجما صح. طب بي زد بي زد؟ لا. بي واي بي واي برضه لا، لان ايه؟ لان السيجما دايما هايبرد ما ينفعش تبقى بيور، فدول كده وش مستبعدين. وانا قلت لك ان هو بيقول لك ال2 بتختلف عن 1، ان ال2 2 اس بي 3. وصلت؟ اذا يبقى ايه؟ يبقى البي هي الرايت تشويس. طيب تعال اللي بعده. الجيفن الكترون كونفيجوريشن ريبريزنتس هايبرديزد نيتروجين اتوم. ماشي دي هايبرديزد نيتروجين اتوم. طبعا هو مش عارف اعملها كده ليه، المفروض يطلع دول فوق. ماشي ما علينا. وات از ذا تايب اوف الهايبرديزيشن ان النيتروجين اتوم بالنسبه للشكل اللي هو جايبه؟ طيب احنا نمسك الامونيا ونشتغل، ركز معايا. ادي النيتروجين يا عم N7، لما نيجي نوزع 1s2 2s2 2b3. بص بقى البي هنا عنده 3 امبرد ايه؟ امبرد الكترون. حصل وادي الاس، وادي 1s2 2s2 2b3 2bx 2by 2bz. بص بقى اللقطه فين؟ اللقطه كالاتي، ركز معايا.
هل ده محتاج هايبرديزيشن؟ لا، بس خد بالك بقى ان اتش 3 لو جينا نوزع بوند 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 ولون بير سيجما 2 3 ولون بير يبقى 4 هايبردايزد اوربيتال، يبقى نوع الهايبرديزيشن اس بي 3. اذا انت تقدر على طول تروح وتختار اس بي 3 وهتبقى اجابتك صح وخدت الدرجه من الاخر. تمام. طب لا يا مستر انا عايز افهم. بص يا نجم، اللي هيحصل كالاتي، احنا عندنا دلوقتي ها خلاص المفروض نوع الهايبر ديزيشن اس بي 3. طب انت الثلاثه دول موجودين صح، نبتدي ندخل معاهم مين؟ ال 2 اس. طب هل ال 2 اس في حاجه هتطلع هنا تملى يعني يحصل اكزيتيشن؟ لا مفيش يا باشا الكلام ده. يعني يعني هبقى بص بقى ركز معايا، ادي الجديد اهو الاربعه هايبردايزد اوربيتال اللي هم مش احنا قلنا 4 اهو، اول واحد اثنين اللي هو مين؟ اللي هو الاس. طب وبعد كده الثلاثة التانيين بتوع البي. إذا بص ده نوع الهايبرديزيشن الجديد، الإس معاهم مين؟ معاهم البي، عشان كده جابهم لك كلهم في إيه؟ في مرحلة واحدة، يبقى دول الهايبرديز. أدي الإس وأدي مين؟ وأدي البي. فبقى نوع الهايبرديزيشن إس بي 3. عشان إحنا كده كده بنعملها بطريقة أسهل من كده بكتير، بنقول بوند 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 واللون بير، كام يا عم دول؟ أربعة، يبقى إس بي 3 خلاص شكراً. فهمتني؟ طب هي جت منين؟ إن الإس فعلاً أهو، أدي الإس اللي هنا هي هايبرديزد مع دول. لان انا عايز اربعه هايبر دايزد اوربيتال مش ثلاثه، فلازم هندخل الاس، فبندخل ال 2 اس زي ما هي بالظبط، فيبقى 2 اس بجنب الاس بقى الباقيين، يبقى اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 بس كده، هي دي اللعبه. خلاص؟ طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده، يلا يا دكتور. الاوبزيت تيبل بيوضح الالكترون كونفيجوريشن اوف 3 اليمنت اكس وواي وزد، حلينا زيه ها 2 وده، يبقى ده ايه؟ انرت جاز، ده انرت 0. طب ده ارجون 18 فور اس 1، ده البوتاسيوم، ده في الجروب 1 اي. طب وده ايه؟ نيون 10 3 اس 2 3 بي 5، ها دول كده ايه 7 في الجروب 7 اي. يبقى ان ارت جاز 1 اي و7 اي. بيقول لك بقى ايه؟ الاوبوزيت تيبل بيوضح ماشي للاليمنت دو سو ان الواي كان رياكت ويز الزد، الواي هيرياكت مع الزد، كلام مظبوط. يبقى الواي كان رياكت مع الزد، مفيش مشكله، ميتال معناه الميتال يتفاعل ويكون ايه؟ ايونيك كومباوند. طب والاكس كان رياكت وذ الواي، والاكس كان رياكت، الكلام ده غلط، الاكس مش هيتفاعل. هنا بيقول لي ايه؟ الاكس كانت رياكت، اه كانت صح. طب والواي كان رياكت مع الزد، الواي هيرياكت مع الزد، اه الواي رياكت مع الزد فعلا. والاكس كانت رياكت مع الايه؟ والاكس ما يتفاعلش مع الزد، فدي جمله مظبوطه، يبقى الجمله دي ايه؟ الجمله دي صح. طب الواي كانت رياكت وذ الزد، الواي مع الزد يتفاعلوا. طب الواي كان رياكت مع الاكس، لا الاكس ما بيتفاعلش لان الاكس انرت جاز. خلاص يلا اللي بعده. بيقول لك الميثودز اوف بريبيرنج الصوديوم كربونيت عشان نحضر ال Na2CO3 مرتين، مره في اللاب ومره بالسولفي بروسيس. خلاص فهو بيقول لك ايه بقى؟ In both the laboratory and the industry. Industry اللي هي سولفي ار سيميلر ان يوزنج ايه؟ ايه السيميلر في اليوزنج في الاثنين؟ اولا في الاولانيه احنا استخدمنا ال Na2OH كان هوت ومررنا عليه الكربون دايكسايد جاز وسبناه يكون لحد ما ايه؟ ما كون الصوديوم كربونيت اللي هي الواشنج صودا الهيدريتد يعني. خلاص؟ فاذا كان عندي هنا صوديوم هيدروكسيد. طب في السولفي بروسيس ها كان عندي تو جازز، كربون دايكسايد جاز والامونيا جاز، خلاص؟ والصوديوم كلورايد، ومع مين؟ والووتر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنا ايه اللي حصل؟ هنا كوننا طبعا NH4OH امونيوم هيدروكسيد، اتكون مع مين يا عم؟ معاه ال NaHCO3 اللي دول اتحولوا للاثنين دول، امونيوم هيدروكسيد والبايكربونيت. خلاص؟ طب امونيوم هيدروكسيد جه منين؟ الامونيا كون مع الووتر كوردينيت بوند عمل امونيوم، امونيوم كلورايد اسف مش امونيوم هيدروكسيد، امونيوم كلورايد. وبعد كده الامونيوم قام اتحد مع السي ال فكون امونيوم كلورايد. واتكون NH ايه؟ ال Na اتحدت مع ال HCO3 اللي هو الصوديوم بايكربونيت. خلاص؟ فهو بيقول لك بقى ان البوث سيميلر ان يوزنج بصوديوم هيدروكسيد ولا بيزك اوكسيد ولا اسيدك اوكسيد ولا صوديوم كلورايد. لو مسكنا صوديوم هيدروكسيد انا استخدمته في الاولى، بس الثانيه ما فيش صوديوم هيدروكسيد يبقى دي مستبعد. طب بيزك اوكسيد، مين بيزك اوكسيد؟ يعني ميتال اوكسيد. هل هنا انا عندي ميتال اوكسيد؟ ده ميتال هيدروكسيد مش اوكسيد. خلاص؟ هو بيقول بيزك اوكسيد، بيزك اوكسيد اللي هو مين؟ اللي هو ميتال اوكسيد، فمفيش ميتال. خلاص؟ مفيش ميتال. هنا عندك تو جازز وهنا عندك ايه؟ صوديوم هيدروكسيد. طب اسيدك اوكسيد، هنا ده الكربون دايكسيد اسيدك وده كربون دايكسيد اسيدك،
فاذا اسيتيك اوكسايد شغال. طب صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد هنا بس ما استخدمناهوش في الاولى، يبقى ده مستبعد، يبقى هو اسيتيك اوكسايد فعلا. يعني هو بيقصد ان هنا كربون دايوكسيد وهنا كربون دايوكسيد، دي فكره السؤال. خلاص طيب تعالى يلا للي بعده. بيقول لك ايه؟ What is the equation which represent heating sodium carbonate؟ صوديوم كربونيت، صوديوم كربونيت ده ثيرمالي ايه؟ ثيرمالي ستيبل، يبقى من السوليد للليكويد، يبقى زي ما هو سوليد تحول لليكويد، انما يتفكك غلط يتفكك غلط يتفكك غلط، يبقى هي الاير رايت تشويس. يلا اللي بعده. During الالكتروليسيس of الصوديوم هيدرايد ميلت، صوديوم ان ايه؟ هيدرايد اتش، ميلت ده بوزيتيف ده نيجاتيف، ميلت يعني الاثنين ليكويد. الهيدروجين جاز هي ايفولف فين؟ الهيدروجين نيجاتيف يروح عند الانود، البوزيتيف اسمه انود، طب والنيجاتيف اسمه كاثود. مين هيروح عند الكاثود؟ الصوديوم، يبقى الان ايه هيروح يجين الكترون ويتحول لان ايه سوليد، حصل له ريدكشن. انما الهيدروجين هيروح عند الانود، كل 2 اتش نيجاتيف يروحوا عند الانود يلوزوا الكتروناتهم ويخرجوا في سوليد غاز بلس 2 الكترون، يبقى حصل لهم عمليه اوكسيديشن. فهو بيقول لك بقى ايه، الهيدروجين هيروح عند مين؟ اتفقنا عند الايه؟ عند الانود، يبقى انود انود، يبقى الكاثود مستبعد مستبعد. خلاص؟ طيب عند الانود بقى واتس اوكسيدايزد اكوردنج تو الايكويشن كده 2 اتش نيجاتيف بيلوز ويتحول ل H2 بلس 2 الكترون، ولا عند الانود وريديوزد يعني يحصل له ريدكشن؟ لا طبعا الانود بيحصل له ايه؟ اوكسيديشن، يبقى بي هي الرايت تشويس. خلاص يا دكاتره، وكده كده احنا استنتجناها من غير ما نبص على الاختيارات. يلا اللي بعده. الجيفن تيبل بيوضح الفيرست ايونايزيشن بوتنشال اوف فور اليمنت ان الجروب، في الجروب مين؟ ماشي، ان الجروب 1 ايه؟ ماشي. What is the element which is preferred to be used in the photoelectric cells؟ بص اللي هيكون في الفوتو الكتريك سيلز، معناها انا عايز اقل ايونايزيشن بوتنشال. من الاخر يعني ايه؟ يعني بص اعلى ايونايزيشن بوتنشال مين؟ ده 500 26 400 300، هو ده افضل حد نقدر نستخدمه في الفوتو الكتريك سيلز. اشمعنى ده اقل ايونايزيشن بوتنشال؟ واقل ايونايزيشن بوتنشال هو احسن حاجه خالص، خلاص، لانه اكبر اتوميك ريديوس، يبقى هو ده. يعني هنا انت تقدر ترتبهم اتوميك ريديوس زي ما هو مرتبهم لك كده في الجروب وانت نازل، يبقى مين افضل واحد؟ اخر واحد طبعا، خلاص، اللي هو اقل اماونت اوف الانرجي تليبريت الالكترون ويستخدم في الايه؟ في الفوتو الكتريك سيلز. طيب يلا اللي بعده. يلا يا دكتور. فور اتوميك جروبز الدبليو اكس واي زد ذير كومباوند كومباين وذ الامونيا اكوردنج تو شوين سكيم، دول اربعه كومباوند، ها بنفعلهم مع الامونيا وبيكونوا الكلام ده. ماشي. So in the compound which can be used as a fertilizer to provide the soil with essential element. عايزين حاجة to provide the soil with essential element. بص يا حبيبي، عشان يبروفايد السويل ب essential element أكيد أكيد بيقصد إيه؟ بيقصد ال fertilizer طبعًا، بس هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك so in the compound which can be used as fertilizer. طيب مين في دول؟ خد بالك انا عايزه fertilizer و provide soil مع essential element. essential element اللي هو زي النيتروجين زي الفوسفورس، فاهم؟ دي العناصر الاساسيه. لو انت فاكر اللي احنا استخدمناهم كانوا ايه؟ ها فعلناهم مره مع النيتريك اسيد HNO3 لو انت فاكر، ومع السلفوريك صح، ومع الفوسفوريك، مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو مظبوط يا مستر. ده طلع امونيوم نيتريت، بس ده بيزود الاسيديتي، وده بيطلع امونيوم سلفيت بيزود الاسيديتي، فلازم نستخدم معاه حاجه زي الايه؟ زي الكالسيوم هيدروكسيد. خلاص، انما الوحيد المحترم ده اللي كان نيتروجينس فوسفورس، يبقى انا عايز حاجه باي 3. مين في دول بقى باي 3؟ ده 1 1 2 3، اذا هو ده. مين يا عم ال NH4 باي 3 زد؟ NH4 باي 3 زد بي، يبقى هي دي الرايت تشويس. ها وصلت؟ تمام، دي الفكره. يبقى هو مجمعنا كل الايه؟ كل الفيرتلايزر في سكيم واحده. طيب، وطبعا الاسينشال اليمنتس اللي هو النيتروجين والفوسفورس طبعا، وده افضلهم زي ما قلت. طيب يلا يا دكتور اللي بعده. بيقول لك الاوبزيت تيبل بيوضح الميلتنج بوينت اوف سم ايونيك كومباوند، يبقى دي الميلتنج لبعض الايونيك كومباوند. الكومباوند وذ ذا هايست الكتريك كوندكتيفيتي از ايه؟ اللعبه فين؟ مش انت مديني ميلتنج بوينت؟ طب الميلتنج بوينت ما احنا عارفين كل ما كان الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي كبير، صح؟ صح، كل ما كانت الميلتنج عاليه كل ما كان الالكتريك كوندكتيفيتي افضل، فهمت؟ لذلك بص ده ميلتنج 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 ميلتنج، مين اكبر ميلتنج؟ ده الام زد، يبقى الام زد اعلى الكتريك كوندكتيفيتي.
فين الام زد دي؟ يبقى هي دي الرايت تشويس. خلاص دي فكره السؤال. يلا السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ نمبر 20 بعدها تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فروم السكيم اللي قدامك ده البرودكت ايه؟ ايه غاز عندنا لو اتش سي ال ادانا بي. حلو حلو. بي دفع انما على سليكد لايم كالسيوم هيدروكسيد ادانا ايه؟ بص يا حبيبي ده الامونيا. اشمعنى يا مستر حبيبي؟ الامونيا لما فعلناها مع الهيدروكلوريك اسيد كونوا الوايت فيومز ان اتش 4 سي ال، دي وايت فيومز. ولو انت فاكر اصلا ده عرفك ان الوايت فيومز يا اولاد الان اتش 4 سي ال لما جينا فعلناها مع السليكد لايم، ها اللي هو وجود السي اي او اتش باي 2 في وجود الكالسيوم اوكسيد وسخنا. حلو حلو. ايه اللي حصل؟ مش دي كده دراي؟ يعني ايه الكالسيوم اوكسيد دوت دراينج ايجنت. فهنا احنا كنا بنحصل على ايه؟ ان اتش 4 او اتش اللي هو ثيرمالي ان ستيبل يتحول للامونيا مع الووتر فيبر، ووجود الكالسيوم يسحب الووتر فيبر، يبقى انا رجع لي امونيا تاني. فاهم؟ وتفضل السايكل شغاله. فهو بيقول لك البرودكت ايه بقى؟ هل اتس سوليوشن ترن الليتمس سوليوشن للبلو؟ يعني هل السوليوشن بتاعه يحول الليتمس للبلو؟ كلام مظبوط طبعا. ليه؟ لان هو امونيوم هيدروكسيد ده السوليوشن. طب هل ده كلر ليس اودر جاز؟ يا راجل ده هو ده الوحيد اللي ما ينفعش نقول عليه اودر جاز، ده ريحته بانجنت سميل. طب السوليوشن كان رياكت وذ الصوديوم هيدروكسيد؟ طب ما هو بيز والصوديوم بيز، ما ينفعش. طب اذا جاز ذات ري اجنيت الجلوينج سبرنت، بالعكس ده بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها شت داون. خلاص يلا يا دكتور اخر سؤال عندك بيقول لك ايه؟ A pure covalent bond is formed on the combination of mean. طالما بيور يا دكتور نفس الاليمنت هو هو، خلاص يعني الاليمنت هو هو. فبيقول لك الاليمنت 17 وز ات سيلف. اه طبعا، ما هو 17 ده الكلور يبقى سي ال 2 دي بيور، انما 17 و12 لا ده ميتال والنون ميتال ايونيك. ها الاليمنت 10 وز ات سيلف ده ميتال برضه، ما هو 10 ده عباره عن ايه؟ 28 اسف، ده انرت جاز، 10 انرت جاز فما ينفعلش انرت جاز فعلا. ها طب وهنا ده سي ال 17 وده الكربون، فده هيكون ايه بقى؟ سي سي ال 4. فاهم؟ يعني ده كربون يبقى زيه زي سي سي ال 4. ده ماله؟ دوت كوفيلنت بس مش بيور، ده هيكون ماله؟ نون بولر. اسف سي سي ال، سي ال ب 3 وهنا 2.5، ده هيكون بولر كوفيلنت بوند. خلاص يبقى البوند بولر. اذا ده مستبعد، ده مستبعد. وبكده نكون خلصنا حل الاكزام موديل الثامن، في انتظار ان شاء الله اللي بعده في اقرب وقت ممكن. ربنا يوفقكم. شكرا مشاهده، سلام عليكم.